اكيد وكالي صوروا لبنان شركه اوتو ستارز، ومعنا مسترنا عبود من الشركه تنضوي اكثر على الطراز الحلو من سوبرو. هاي رنا. هاي جورج. اكس في اكيد تعودنا لها اوتو فوكس، مش اول مره معنا. أكيد. اللون لفتني هاللون الابيض، اعطيها مبين فيها كل الديتيلز. مثل ما قلت الاكس في دائما بنعرف عليها باوتو فوكس از فاشنبل تريندي شيك كروسوفر. يعني السلوغان اللي دائما عم تبروس فيه كان على الطرقات، يعني الناس صرت وقتها تقول لهم سوبرو اكس في صاروا يعني بيقصدونا تيشوفوا هالسياره. نعم. لانه بيعرفوا قديش عم تنجح بكل اذا بدك ناحيه الشكل البرفورمانس، واكيد بالنتيجة اتس سوبرو كار. اكيد سيارة يابانية 100% بالشكل اللي عم تكون سيارة كتير حلوة كتير اتراكتيف على الطريق. جانت السيارة كمان رائع جدا، هالكومبينيشن هاللاينز كل شيء كل شيء عم يكون از هول باكج. بتشوف الاكس في سيارة عن جد ملفتة، وعن جد مش بس انه حلوة، سيارة اليجانت اتراكتيف فيري اتراكتيف، وبالنتيجة اخذت البست ديزاين اوورد. يعني هيدا الشيء بعنوان اساسي لها، واكيد ببين قديه السيارة عم بيكون شكلها كثير حلو ملفت على الطريق، وهالروف ريلز اللي عليها وهالديتيلز وين ما كان ظاهرين عليها عم بيعطوها هالشيب. يعني الاكس في اتس ان اوربن ادفنتشر كار، سيارة فيك تاخذها لقلب المدينة، واتس فيري براكتيكال كار، واذا على بالك عن جد تتسلى اوف رود كمان اتس ذا بيست تشويس. يعني وي كان هاف. يلا بننتقل هلا على الداخل معك رنا، نشوف كل تفاصيلها من جوا. انتقلنا على داخل السوبر اكس في مشاهدينا، ستيتشنج اورنج كثير حلو مع هالجلد الموجود وين ما كان، حتى على مسكات البواب على كيت الفرش بطبيعه الحال، فتحه بالسقف كبيره وحلوه بتعطي المزيد من الاناره للسياره من جوا. سياره كثير واسعه، هيد روم ليج روم ممتازين جدا، وكل تفاصيل الاوبشنز الباقيه رح اتركها لك رنا. اكيد انت بلشت تحكي عن الانتيريور تبع الاكس في، وانا بزيد وبقول انه اتس فيري كومفورتبل كار، سيارة كتير مريحة للباسنجرز للعيلة. أوكي. لكوبل، يعني it's the right choice for everyone. هلا مثل ما ذكرت الجلد كمان this is the 2.0 premium XV. مش حيالله جلد مستعمل، يعني كتير حلو شكل الفولان عم نشوفه، كتير هيك يعطيها طابع رياضي من جوا. أكيد عندك على الفولان البادل شيفترز اللي بتسوقها بطريقة فن، تتسلى انت وعم تسوق الاكس في، بتتحكم انت بالسرعه مثل ما بدك، عندك الكروز كنترول، عندك كمان اذا بنشوف بالنص ال7 انش ال سي دي سكرين، اذا بقرب شوي الكاميرا ببين انه هون تتحكم فيه كمان من الفولان، يعني بطريقه فيري فريندلي كانه عم تتحكم باني سمارت فون او تابلت. هون عندك كمان فوق ديسبلاي صغيره بتفرجينا كل شيء اللي عليها بالتمبرتشر بالمصروف البنزين كل شيء، يعني كل الاوبشنز حلوه كثير من جوا السياره، فيها اوبشنز كثير مهمين. البورد الامامي كمان لاحظوا الاضاءه قد حلوه فيه، وده فيه كمان امور حلوه ديجيتال قدام السايق مباشره. سوبرو اكس في شكلا كثير حلوه، بالداخل كثير حلوه. بدنا نشوف هلا ناحيه المحرك، نحكي اكثر عن الانظمه الموجوده. صار وقت نحكي اكثر بيرفورمانس السوبرو اكس في، محركين او محرك واحد جاي السياره اليوم رنا؟ الاكس في بتجي بمحركين 1.6 لتر بوكسر انجن. اوكي. واللي عم نشوفها هلا ال 2.0 بوكسر انجن بالبريميوم، اكيد هالسياره اكيد تتميز بالسيماتريكال اول ويل درايف، وهالكومبينيشن مع البوكسر انجن اللي هو لو سنتر اوف جرافيتي بخلي السياره ستابل اكثر، مميزة أكثر. It's a unique technology، وما ننسى السيفتي اللي أكيد هي سيماتريك أول درايف عم يميز اليوم سوبارو عن غيرها من الشركات. أكيد لأنه هي الوحيدة بالإنجينيرينج والدي إن إي إذا بدك تبع السوبارو موجود فيها هالسيستم هيدا. صحيح. وكمان بدي أحكي عن الفي دي سي فيكل داينامكس كنترول، كمان هون بالتكنولوجي الموجودة بالسوبارو إكس في، يعني لا سمح الله زحت السيارة ثبات جليد ثبات كامل هون دغري، يعني ترجع لحالها اذا بدك انت من دون ما تعمل اي افار او بيرفكت. هذا شيء كثير منيح اليوم هالانظمه المهمه كان على الجليد وعلى الثلج خاصه بهالفتره من السنه رنا. صار وقت هلا نحكي نشوف الديل الموجود على سوبرو اكس في بلبنان.
اكيد الاهم هلا صار وقت نعرف سعرها لهالسياره الرائعه السوبارو اكس في الكروس اوفر الحلوه الشكل الحلو هالداخل هالبرفورمانس اليوم ستارتنج برايس ستارتنج برايس للسوبارو اكس في 22900 دولار الوارنتي اكيد سعر ممتاز جدا وما ننسى انه الوارنتي موجوده على 3 سنين او 100000 كيلومتر فاز درايف افيلبل كمان جربوها اهم شيء نحن يعني كمان عم نكون موجودين باي ذا واي بمزاخ انتركونتيننتال ليش لانه الامبيانس الثلج اذا بدك وهالسيزون ما بتلبق الا لسيارات السوبرو والسوبرو جاهزه للتحدي فوق جاهزه للتحدي فوق العالم ساعات اللي بيحبوا بيتصلوا فينا ونحن ريدي تنكون موجودين تخليهم يكتشفوا كل الكونفيدنس وكل التكنولوجي والاداء الرائع للسوبرو اكس في ثانك يو رنا عن كل الانفوز صليتنا بس اخر شغله صليتنا بالزلقه نهر الموت بالصيفي بجوني واكيد ببعقلين شو بشوف شكرا مره جديده اكيد بنلاقيكم كل يوم بسياره جديده ضمن اوتو فوكس الى اللقاء